الصين قد تصيب الولايات المتحدة بالعمى العسكري، فهل تنجح؟ بدأت واشنطن التفكير جدياً في خطر تطوير الصين لقدراتها في الفضاء وتسليح أقمار صناعية قادرة على تدمير الأقمار الصناعية للخصم أو حتى تعطيلها، وهذا ما يمكن أن يعمي واشنطن فعلياً. هذا ما يحذر منه قائد عمليات الفضاء الأمريكية الجنرال برادلي تشانس سالزمان، الذي اتهم بكين بمواصلة تسليح تكنولوجيا الفضاء الخاصة بها عبر السعي وراء أنظمة مضادة للأقمار الصناعية بما فيها تسليح تلك الأقمار ضمن مدار الأرض المستخدم لمهام المراقبة والاستشعار عن بعد والاتصالات والأرصاد الجوية. يشير موقع يوريجين تايمز إلى تطوير الصين مركبة فضائية استطاعت البقاء في الفضاء نحو 9 أشهر قبل أن تعود إلى الأرض، وهذا ما اعتبره الموقع تطوراً عسكرياً خطيراً على المدى البعيد، لأن هذه المركبة قابلة لإعادة الاستخدام وقادرة أيضاً على إعادة الاستيلاء على أجسام في الفضاء أثناء الدوران حول الأرض. لم تقدم بكين الكثير من التفاصيل حول هذه المركبة، إلا أن الأمريكيين يعتقدون بقدرتها على جمع معلومات استخباراتية عن الأجسام الفضائية والتشويش عليها أو حتى تحولها إلى قاتلة للأقمار الصناعية عبر استخدام موجات مايكروويف عالية الطاقة أو مقذوفات أو حتى إمكانية الاصطدام بالهدف. وهذه المركبة الصينية الغامضة ليست الخطر الوحيد، فالمسؤولون العسكريون الأمريكيون ينبهون من امتلاك الصين أشعة الليزر الأرضية وأجهزة التشويش والصواريخ المضادة التي ستعمي الولايات المتحدة، وهذا لا يعني عدم قدرة واشنطن على إعماء بكين أيضا، فهي تمتلك زوجاً من المكوكات الفضائية الصغيرة العسكرية من طراز X37B، وهذان يماثلان نظيراتها الصينية.